القانون عارف حضرتك لما اجي انا بعمل زي ترزي وفصلت جيب ونسيت جيب، فانا زودت الماده الرابعه دي في القانون ونسيت اشيل ماده اللي هي الماده مرتبطة. الثالثه في الباب الاول بتقول من حق اللجنه الاولمبيه المصريه واللجنه البارالمبيه المصريه والانديه الرياضيه والاتحادات الرياضيه ان تضع لوائحها الخاصه بما لا يخالف الميثاق الاولمبي. تمام. ده في القانون. طيب. انا بقى عايز اسال الساده القانونيين، لو انا عندي في قانون واحد مادتين متعارضتين اختار اي ماده فيهم على اي اساس؟ طيب. يعني النادي الاهلي من حقه دلوقتي يضع لائحته الخاصه ويرسلها للجنه الاولمبيه والجهه الاداريه ويقول لهم ادي لائحتي، هيشوفوا اذا كانت مخالفه للميثاق الاولمبي ولا لا، وبعد كده تعتمد وفقا للماده الثالثه من الباب الاول في قانون الرياضه المصري. دون انا مش الحاجه ملزم، المادتين متعارضين في نفس القانون. فالاهلي تسامح وقال لا لحظه، تسامح، لكن اي نادي غير الاهلي او حتى الاهلي نفسه لو حب يتشبث هيقدر يتشبث. ما انا هقول لحضرتك ان الاهلي تسامح باعتبار انه عايز الامور تمشي وعايز الرياضه تمشي ما هي والقانون لائحه، مش يفعل. يا دكتور اللائحه مش محطوطه للنادي الاهلي، لا اللائحه محطوطه لكل والقانون الانديه مش محطوط للنادي الاهلي. بالظبط. اذا مادتين متعارضتين في القانون ده وضع غريب جدا، وازاي فات على لجنه ال بتاعه القانون ولجنه الرياضه في مجلس الشعب هذا الامر؟ يعني عايز اقول لحضرتك الماده 36 من قانون الرياضه، ده قانون الرياضه، وعايز اقرا لحضرتك الماده 36. تتولى اللجنه الاولمبيه تنميه الحركه الاولمبيه في جمهوريه مصر العربيه وتعزيزها وحمايتها وفقا لاحكام الميثاق الاولمبي، وتختص بتنظيم النشاط الرياضي الاولمبي في البلاد وتنسيق هذا النشاط، وبعدين تتولى انها استضافه او طلب استضافه الدورات الاولمبيه. اللجنه الاولمبيه وفقا لهذا القانون هي لجنه تتكون من اتحادات هي جمعياتها العموميه وتباشر اعمال الاتحادات بما لا يخالف الميثاق الاولمبي. اللجنه الاولمبيه حسب القانون المصري لا علاقه لها بالانديه. اللجنه الاولمبيه حسب الميثاق الاولمبي لا علاقه لها بالانديه. اللجنه الاولمبيه لا تتعامل مع الانديه، النادي الاهلي او نادي الزمالك او اي نادي اخر في مصر ليس عضوا بالجمعيه العموميه للجنه الاولمبيه المصريه. وبالتالي كيف تضع اللجنه الاولمبيه المصريه لائحه تلزم بها هذه الانديه رغم انه لا علاقه. انا سالت مش الوضع اللائحه، سيب وضع اللائحه لان ده حق هم خدوه بطريقه انت قلتها. فيها فوضى. في تعارض او مش تعارض، في تناقض. لكن هما يقول لك ايه، من زمان من كنا نقول لهم هو اللي كل حاجه تهددونا بالاتحاد الدولي هي الانديه تبع اللجنه الاولمبيه، كان التفسير اللي يقول لك ما هو الاتحادات اللي بيجيبها جمعيتها العموميه الانديه، ومن ثم يبقى عضو الاتحاد اللي هو جمعيه اللجنة الأولمبية العمومية هو من الأول منتخب من جمعية عمومية. بناء على يعني بناء تدرج هرمي. ها؟ طيب النص اللي أنت بتقول عليه ده أهميته أكتر من مين جمعيتك العمومية، ده بيحدد لك دورك، ده بيقول لك واحد اثنين ثلاثة أربعة. هو على حسب التعريفات في القانون المصري، اللجنة الأولمبية المصرية هيئة رياضية تتمتع بالشخصية الاعتبارية الخاصة وتتكون من اتحادات اللعبات الرياضية المدرجة في البرنامج الأولمبي. ده تعريف اللجنة الأولمبية المصرية حسب القانون. ايوه اللي هي اللجنة الأولمبية. بعدين يا استاذ عدلي زي ما حضرتك عارف هو حط كمان في التعريفات الجهة الإدارية المختصة هي الجهة المنوط بها الإشراف على الهيئات الرياضية التي تقع دائرة اختصاصها من جميع النواحي المالية والإدارية. إذا هو ما لو كان عايز يخلي اللجنه الاولمبيه قانون هي اللي بتضع اللوائح وهي اللي بتدير ما كانش حط اللجنه الاولمبيه المصريه تعريف وحط للجهه الاداريه تعريف. بس ربما للرابط الحكومي، لان انت في النهايه في الاول وفي الاخر دلوقتي انا بتعامل مع مين؟ ما هو هنا في التباس يا استاذ ابراهيم. يعني انا بناقش مناقشه يعني اكاديميه ملاش دعوه يعني دلوقتي بهجوم ودفاع عن حد. يعني لا انا عايز ادي اللجنه الاولمبيه
اختصاص الاشراف، عايز انقل قطاع البطوله من تحت ولايه الوزاره انقله على اللجنه الاولمبيه. تمام. ما انا مختلف مع حضرتك. لا انا بتكلم لو انا عايز اعمل كده، الصياغات اللي انت بتقولها لا تؤدي الى هذا بشكل مباشر. يعني انا عايز اقول ان بدل الوزاره ما تبقى مسؤوله على الانديه على الهيئات، لا عايز اخليها اللجنه الاولمبيه. طيب ما قلتش كده صراحه ليه؟ ما هو قيل لنا في البدايه انه الدوله او الحكومه او وزاره الرياضه عايزه تمنح الاستقلاليه للهيئات الرياضيه، وان كل نادي وكل اتحاد يضع لائحه خاصه. بس في بند عندك هنا في القانون بينقل التبعيه للجنه الاولمبيه؟ لا، ما ده اللي انا بقوله يا استاذ ابراهيم، غريبه شويه. القانون ادى الحق للنادي انه يضع لائحته. طبعا هنجيلها دي. انا بقول اي حق للجنه الاولمبيه. طيب المصريه، لا يعني اللجنه احنا تبع مين دلوقتي يا دكتور؟ واللجنه ومن ثم خلف الستار احنا تبع مين يا استاذ؟ الوزاره. كلاهما لا ينكر انه اي نادي او اي اتحاد هو حق وضع اللائحه الاسترشاديه، وضع لائحه النظام الاساسي. فقط تم وضع لائحه استرشاديه كبديل فيما لو لم يكتمل النصاب القانوني. ليه؟ لانه انا سمعت شرح الوزير ليها وشرح الدكتور علاء مشرف برضه كان معانا. كان معانا وهو الدكتور علاء دكتور في اللجنه. القانون الزمك انه مع صدور القانون واعلانه خلال 4 شهور يتم توفيق كل الاوضاع القانونيه في كل الهيئات الرياضيه. 4 شهور. طيب في خلال ال4 شهور كل نادي وكل اتحاد وكل هيئه رياضيه لازم يحط لائحه النظام الاساسي اللي هيشتغل بيها. طب انت هتدعو لجمعيه عموميه عشان تحط لائحتك، لم يكتمل نصابك، ما جاش حد خالص، تعمل ايه؟ وانت عندك سقف قانوني يقول لك ال4 شهور بموجب صدور القانون لغايه تاريخه اول نوفمبر تكون الانتخابات معموله. طيب في نادي صغير او كبير، اتحاد صغير او كبير، لم تنعقد جمعيته، ايه الصيغه القانونيه اللي هيدعو على اساسها الانتخابات؟ هينتخب على اي اساس؟ فقال لك كحل بديل انا بديله حتى كان لفظ استرشادي مش ارشادي. انا ليك ان انت تطلب ان انت تسترشد بيها، وليك ان انت تستغنى عنها وترميها في سله المهملات لو اكتمل نصابك القانوني ووضعت اللائحه اللي انت عايزها. هم حتى ما بيتكلموش خالص في اي بنود، حط لائحتك اللي انت عايزها، فقط اعقد جمعيه عموميه. التزم بالميثاق الاولمبي. اعقد جمعيه عموميه وفقا للنصاب اللي هم حددوه. عليه خلاف، ناس تقول لك 8% نسبه كبيره، ناس تقول لك في انديه عدد زي النادي الاهلي او نادي الشمس عددها كتير. فالنسبه محل خلاف، لكن الاصل في المساله هذا حق مطلق لكل جمعيه عموميه.